فيلم كلاشينكوف. تبدأ قصة الفيلم ويا طفل اسمه ميشا، وهو عايش ويا عائلته بداخل مزرعة بوحدة من مدن الاتحاد السوفيتي. وكان ميشا يحب شكل الأسلحة هواية ويحب يستخدمها، ويبدأ ميشا يسوي بندقية من خشب بدون ما أحد يدري من عائلته. وبعدها تمر فترة من الزمن ونوصل لسنة 1941، وهي زمن احتلال الجيش النازي الألماني الدول العالم. ونشوف ميشا وهو انضم لجيش الاتحاد السوفيتي بحرب ضد الجيش الألماني، وهو ماخذ دور سائق دبابة. ويبدون الألمانيين يهجمون ويدمرون كل الدبابات السوفيتية ما عدا دبابة ميشا. وبقى ميشا يتقدم عليهم بدبابته لحد ما يدوس على المدفعية ويدمرها، ويكمل ويدوس على الجنود ويقتلهم، وبالاخر يقدر ينهزم ويخلص نفسه. وبعدين نشوف ميشا هو داخل للمستشفى العسكرية، ونعرف انه هو انكسرت ايده. ولما تعالج حاول حتى يطلع من المستشفى، بس الممرضة تمنعه لانه حالته مو تمام. وبعدها تمر اسابيع ونشوف ميشا هو طلع من المستشفى ويا جنود مصابين، وكلهم يصعدون بسيارة حتى يروحون للمعسكر، ويمشون مسافة طويلة ويبعدون لحد ما يوصلون بطريق ويدخل تاير السيارة بحفرة وتعيق حركتهم. ويحاولون كل الجنود يطلعون السيارة لكن ما يقدرون. وبهاي الأثناء ميشا يشوف دخان من بعيد ويقترح على الضابط اللي وياهم ان يروحون للقرية حتى يجيبون احد يساعدهم. وبعدها تتم الموافقة، والضابط وميشا يروحون للقرية. وبعد ما اقتربوا من هاي القرية، الضابط ينطل ميشا مسدس على مود خاف يلقون جنود ألمان يقدرون يقتلوهم. وبالفعل يتفاجئون بوجود الجنود الألمان، وميشا يقدر يقتل الجندي الموجود وراء الضابط، والضابط يكمل على البقية. وهنا يتفاجئون لما يطلع جندي من الكوخ، والضابط يريد يقتله بس الرشاشة اللي بيده ما ترمي، والجندي يضرب الضابط بصدره، لكن قدر ميشا يقتله ويخلص عليه. وبعدها يلاقيهم شايب وهو عنده حصان، ويطلبون من عنده المساعدة بسحب السيارة. وبالفعل يروح الشايب ويقدر يطلع السيارة من الحفرة. وهنا يكملون طريقهم ويوصلون للمعسكر، وميشا ياخذ إجازة بسبب صحته وبسبب إصابته، ويرسل رسالة لأهله ويقول لهم إنه هو تصوب وراح يبقى بالمستشفى. ويركب القطار ويقرر يروح للمدينة اللي بيها مصنع الأسلحة على مود يعرض عليهم تصميم السلاح مالته، ويشوف التصميم للجنود اللي وياه، بس الجنود يستهزئون ويضحكون عليه. وميشا يتذكر لما صنع أول سلاح بحياته وهو كان صغير. وبهاي الأثناء يوصل ميشا لمصنع الأسلحة ويقابل رئيس المصنع ويعرض عليه التصميم، بس الرئيس رفض التصميم مالته. ونعرف إنه ميشا كان موظف بهذا المصنع وهو صمم بندقية سابقا، لكن البندقية ما نجحت وانفجرت، وبسبب ميشا الرئيس تعاقب وهو رفض تصميمه لأنه هو يخاف يتعاقب مرة ثانية. ويطلع ميشا من المصنع وهو ضايج، ويسمع الجنود الموجودين بالمحطة انه احد قادة الجيش اسمه باس روف وهو جايب تفتيش على المصنع. وبقى ميشا ينتظره حتى ياخذ موافقته. وبهاي الاثناء يوصل باس روف، ولما وصل يروح لميشا ويعرض عليه التصميم مالته. وباس روف ينعجب بالسلاح وينطيه امر بصناعة هذا السلاح. وبعدها يكمل ميشا ويروح وهو فرحان وينطي التصريح الرئيس المصنع. ويبدأ ميشا يصنع بسلاح الاول ويباشر برسم الشكل اللي يريده، لكن هو مو محترف بالرسم وبقى يواجه صعوبة برسم السلاح. ويروح ميشا رئيس المصنع ويطلب من عنده عمال يشتغلون وياه، بس الرئيس رفض وقال له انه العمال مشغولين بصناعة المواد العسكرية الثقيلة. لكن بعض العمال ينقهرون على ميشا ويجون ويعرضون عليه المساعدة، وميشا يوافق ويفرح بيهم، ويبدون بتصنيع السلاح اللي خطط إلى ميشا. وبعد ايام متعبة قدروا يكملونه، ويروحون ويجربونه على احد البراميل، وتكون كفاءة السلاح عالية جدا ودقيقة بالتصويب. وميشا ياخذ السلاح اللي وياه ويدور على باصروف على مود يعرض عليه السلاح وياخذ رأيه، بس يلقاه رايح بمهمة وهو يطول حتى يرجع. وهنا الضباط ياخذون السلاح من عنده ويدخلونه بالسجن ويضحكون عليه، وينطون السلاح الواحد من كبار ضباط المصنع وهو ينعجب بشكله، وياخذه وينطيه الجندي ويقول له انطيه شخص اسمه اندري. والجندي يوصل الاندري وينطيه السلاح ويبدأ يجربه وبالفعل يعجبه. وبعدها يلتقي بالضابط ويقول له انه السلاح ممتاز وقوي. وهنا الضابط يطلع ميشا من السجن ويوديه على اندري، ويستدعون واحد من قادة الجيش اسمه كرباكتين على مود يجرب السلاح ويختبر دقته. وبالفعل السلاح يعجبه وينصدم من فعاليته، والضابط يحفز ميشا ويشكره لانه صنع هيك سلاح دقيق وقوي، ويقرر ياخذ المسابقة تصنيع الاسلحة. وبهاي المسابقة ياخذون افضل سلاح، واللي ينأخذ سلاحه يحصل على اللقب بصناعة الاسلاح للاتحاد السوفيتي، واللي ينجح سلاحه يبدأ الجيش بتصنيعه ويجهزونه للجنود. وميشا يكون فرحان جدا لأن راح يحقق هوايته. وبعدها يسافر ميشا للمدينة ويكون وياه ضابط اسمه أليكس، وهذا أليكس يلقي نظرة عليه ويعرف إنه ميشا ما متعلم ولا مهندس أسلحة، وهو فقط متمرس وهاوي. وأليكس يضحك ويستهزئ به. وبعدها ميشا يقابل قائد المعسكر ويوديه على مكان المسابقة على مود يصمم سلاحه. وميشا يكون ما يعرف يرسم ولا يصمم السلاح، فيجيبوا له بنية حتى تساعده، ونعرف إنه اسمها كاترينا وهي اللي راح ترسم الشكل اللي يريده ميشا. وبهاي الأثناء ميشا ياخذ سلاحه ويجربه ويعدل عليه ويصحح بعض الأخطاء
الموجودة به. وبهاي الأثناء يشوف جنود ماخذين جزء كبير من مكان الرماية وهم يجربون أسلحتهم الخاصة، ويسأل الضابط اللي وياه ويقول له ليش الجنود ماخذين جزء كبير من مكان الرماية. فيقول الضابط أنه الأسلحة اللي عندهم هي من تصميم واحد من قادة الجيش الكبار واللي اسمه ديكاريف، وهو يكون أفضل مصمم أسلحة بالاتحاد السوفيتي بهذا الوقت. وبعدها ميشا ترتفع عنده روح المنافسة ويحاول يصمم تصميم جديد وبنفس الوقت يعدل على سلاحه، وكاترينا تبدأ تساعده بالرسم والشكل واختيار الإسلاح. وبعدها لما كمل يأخذ البندقية مالته ساحة الرماية ويعدل على سلاحه ويرفع كفاءته. وهنا يجي يوم إعلان النتائج، وينصدم ميشا لما يسمع بخسارته بالمسابقة وخسارة سلاحه بالجودة والتصميم، ونشوفه وهو مقهور وضايج وهبطت روح المنافسة اللي عنده. وبهاي الأثناء يجي علي أليكس ويشجعه ويقول له إنه أكو مسابقة ثانية تصنيع الأسلحة، ويطلب من عنده إنه يوافق حتى يدخل بيها. وبالفعل ميشا يوافق، وبعدها يرجع للمعسكر ويقابل الضابط اللي اسمه كورباكتين. وكورباكتين يعرف إنه ميشا خسر بهاي المسابقة، وأيضا يعرف إنه هو فقد الثقة بروحه، ويبدأ يحفزه ويشجعه ويقول له إنه مو أول مرة راح تفوز بهيك مسابقة دولية مهمة ولازم تواصل حتى يجي اليوم اللي تفوز بيه. وبعدها يروح ميشا ويبدأ بتصميم سلاح جديد، ويقدر هو وكاترينا يوصلون لشكل اللي يريدوه بصناعة الأسلحة. وبعد مرور الأيام ينتهي ميشا من صناعة سلاحه الجديد، وهنا يجي ضابط اسمه لوبوف وهو ياخذ ميشا على مود يوصل المكان المسابقة. ولوبوف يضحك على ميشا ويستهزئ بيه، بس ميشا ما اهتم له وما داير لأي بال. وبهاي الأثناء يوصلون لمحطة القطار، وميشا يشوف أخوه ويا السجناء، ونعرف إنه أخوه سجن لأن هو كان جاسوس للجيش الألماني. ولوبوف يسأله ويقول له منو هذا، لكن ميشا يخاف ويقول له ما أعرفه. وياخذون السلاح ويبقون يمشون مسافة طويلة لحد ما يدخلون للغابة ويتيهون بالطريق. ولوبوف يستغل الفرصة ويهدد ميشا بالمسدس ويقول له إنه اللي كان بالمحطة مال القطار هو أخوك وأنت ويا جواسيس للألمان، ويضرب ميشا على راسه. لكن قدر ميشا يسحب المسدس من عنده ويوجهه باتجاهه ويقول له أنا ما شفت أخويا صار 10 سنوات وما أعرف أي شيء عنه، وقال له أنا أقدر هسه أقتلك بكل سهولة بس أنا ما راح أقتلك لأن ما عندي سبب. وبهاي الأثناء يوصل ميشا للمعسكر ويقابل كاترينا، والضباط يبدون يعلنون على النتائج ويكون جميع تصاميم الأسلحة ما مطابقة ويا معايير الجيش السوفيتي، والكل يخسر ومن ضمنهم ميشا. وميشا يكون ضايج وعصبي لأنه خسر بالمرة الثانية، ويقرر أنه يرجع للمعسكر ويرجع سايق دبابة. وبعدها ينتقل ويروح للدكتور على مدينه إجازته، لكن الدكتور يرفض طلبه ويقول له أنه إيدك بعدها مصابة وأنت ما راح تقدر تقاوم بهاي الحالة. وكاترينا تهديه وتأخذ البيتها وتبدأ تعرفه على أمها. وميشا يطلب إيد كاترينا للزواج، ونعرف أنه ميشا كان يحب كاترينا، وكاترينا أيضا كانت تتبادل بنفس الشعور. وبعدها أمها توافق على زواجهم، ويجي اليوم اللي يتزوجون به. وبعد مرور سنوات طويلة على الحرب يعلنون على انتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني، وتفرح كل الشعوب بهذا الخبر بعد ما تخلصوا من النازيين الألمان. ويقرر رئيس الجيش السوفيتي أنه يجدد أسلحة الجيش بالكامل حتى يقوي إمكانية الجنود. وقائد المعسكر يطلب أنه يلتقي بميشا، ولما يلتقي به يقول له أريدك تصمم لي سلاح جديد وممتاز. وميشا يتحفز ويبدأ يصمم السلاح ويصدم الكل بتصميمه، والكل يشجعه ويحمسه. لكن بعدها ميشا يعرف أنه ديكاريف مشارك بهاي المسابقة وهو محضر أفضل الأسلحة اللي صممها بحياته. وبهاي الأثناء يقرر ميشا ينسحب من المسابقة، لكن كاترينا تمنعه وتقول له أبقى بالمسابقة وواصل حتى توصل لهدفك. وبهاي الأثناء الضباط ينقلون ميشا المعسكر ثاني، ويكون وياه شخص اسمه ألكسندر، وهذا الشخص هو مرافق الميشا على مود يساعده بصناعة سلاحه الجديد. ويبدأ ميشا بتصنيع السلاح ويحاول يعلم من كفاءته ويعلم من الدقة مالته، وهو يكون خايف إنه يخسر المسابقة مالته للمرة الثالثة، ويصنع مجموعة من نفس السلاح حتى تكون في شكل تجريبي. ويطلب من ألكسندر أنه يجهز ميدان الرماية على مود يجربون السلاح به، لكن ألكسندر يقول له أنه ديكاريف حجز ميدان الرماية بالكامل حتى يجرب أسلحته ومنع أي شخص يدخل الميدان الرماية لحد يوم المسابقة. وميشا ينصدم ويعصب ويروح على رئيس المسابقة ويقول له اللي صار وياه، ورئيس المسابقة يرفض يساعده ويقول له حاول تدبر نفسك. وبعدها يأخذ برميل ويرسم عليه دائرة حتى يجرب سلاحه بداخل المعسكر، وبالفعل يجرب سلاحه ويكون أداء السلاح قوي ومرعب، والكل ينصدم من تصميم ميشا للسلاح. وبعدها يجون الجنود عليه ويخلونه بالسجن لأن هو جرب السلاح بمكان ممنوع، لكن ميشا ما اهتم وهو بقى فرحان لأنه صنع سلاح بتصميم وكفاءة عالية. وبعدها يلتقي بديكاريف، وديكاريف يقول له ليش سويت هيك؟ فقال له ميشا أنت جبرتني لأنه ساحة الرماية أنت حاجة
حاجزها بالكامل ومنعت احد يدخل الها لحد يوم المسابقه، وانا اريد اجرب سلاحي. فديغاريف يطلب من عنده ويقول له شوفني تصميمك، لكن ميشا يكون خايف انه يسرق التصميم مالته، وديغاريف يطمنه ويقول له لا تخاف ما راح اسرق تصميمك. وبعدها يقرر ميشا يشوف السلاح ويبدا يفتح باجزاء الاسلاح قطعه قطعه، وديغاريف ينصدم من التفاصيل اللي صانعها ميشا. وبعد مرور الايام يجي يوم الاختبار ويوم اعلان النتائج، ويخلون جميع الاسلحه بالمي وكلهن يخربن ما عدا سلاح ميشا يبقى يرمي بكل كفاءه ودقه. وبعدين يشيلون السلاح ويخلوه بداخل الرمل وايضا ما يتاثر. وبعدها تظهر النتائج والضباط يعلنون فوز ميشا بالمسابقه. وبعدها تبدا قاده الاتحاد السوفيتي تنطي امر بتزويد الجيش بالسلاح الصناعي ميشا، وميشا يصير اشهر مصمم اسلحه كلاشينكوف بالاتحاد السوفيتي. وبعدها يلتقي ميشا بزوجته كاترينا وتقول له انه هي حامل، ويفرح ميشا بحمل زوجته. وبعد مرور سنوات طويله نشوف ميشا وهو وبنته وزوجته وعاشوا حياه سعيده، ولهنا تكون نهايه الفيلم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.